السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا للحالة رقم 13. بنستعرض الحالة. في عندي طفل أو صبي عمره 12 سنة، كوكيجين يعني أبيض، جايني بشكوى وذمات بالطرفين السفليين من شهر، إضافة إلى عدة نوب أو عدة مرات بيلة دموية عيانية جروس هيماتوريا على مدى 3 أسابيع سابقات. فبقصته المرضية في عنده ستريبتوكوكال فارنجايتس، التهاب بلعوم بالعقديات، من شهرين. ما في عنده قصة عائلية لأمراض كلوية. بالفحص السريري ضغطه 115/70، وفي عنده وذمات بالطرفين السفليين. بالتحاليل الدموية الكرياتينين عنده 0.5، بول 24 ساعة البروتين كان 6.2، والألبومين 1.5. فحص البول في عنده 4 بلس ألبومين أو بروتين. في عنده كريات حمر كثيرة لا يمكن عدها، يعني معباية الساحة. وفي عنده بعض أو أسطوانات كريات حمر متفرقة. بالنسبة للسيرولوجي، التحاليل المصلية كان الـ ANA نيجاتيف، كان الـ anti-DNA نيجاتيف، الـ HPS أنتيجين كان نيجاتيف، الـ HCV أنتيباديز كمان كان نيجاتيف. في عنده كان ارتفاع بالـ anti-streptolysin O، كان مرتفعة. المتممة C3 كان نازل عنده، والـ C4 كان طبيعي. فلحد هلا في عندي صبي جاي لعندي بوذمات، بنيفروتيك سيندروم، ببيله دمويه، وفي اسطوانات، وفي عنده انخفاض بالمتممه C3، C4 طبيعيه، الار بي سي مع ار بي سي كاس طبعا بفحص البول. المتممة هي مفتاح لقراءة الباثولوجي حقيقة. وجود انخفاض بالمتممة بينفي لي مثلا أنا في عندي هلأ بيلة دموية. مع انخفاض بالمتممة هل ممكن يكون هذا IgA نفروباثي؟ الله يكرم، مش صعب نحط هذا الاحتمال، لأنه بالـ IgA نفروباثي المتممة ما بتنزل مثلا. هل ممكن يكون هذا بأنه عنده نفروتيك سيندروم؟ هو واحد من الخمس تشخيص اللي مرقوا معانا بأول المحاضرات ذكرتهم، سواء مينيمال تشينج او الميمبرينس، الديابيتس، الاف اس جي اس، والاميلويد. اول شيء هذا صبي صغير لازم نحط بعين الاعتبار، اضافه لانه في عندي نيفريتيك سيندروم هون، مش نيفروتيك سيندروم، يعني في عندي ار بي سي كاست. فالنيفريتيك سيندروم هون هي اللي عم تعمل البروتين بالنيفروتيك رينج، بالنيفروتيك سيندروم هو حقيقة عنده حتى، بس هي ميكست مع النيفريتيك سيندروم. فصعب اني انا احط هذوليك واحد من هذوليك التشخيص باحد الاحتمالات، كونه في عندي كاست وفي عندي واضح انه في انفلاميشن. مثل ما قلنا المتممة هي مفتاح، فأنا لما عم أقول أنا هون السي 3 هي نازلة والسي 4 طبيعية، رجعوا لمحاضرة المتممة، أظن أعطيتها بالمحاضرة اللي قبل السابقة أو اللي قبلها. هل شو هو اللي عم يصير؟ شو هو الطريق التفعيل المتممة اللي عم يكون؟ هل هو الكلاسيك باثوي ولا الالترناتيف باثوي؟ كون السي 4 طبيعية فهذا بينفي انه يكون في كلاسيك باثوي اكتيفيشن، سي 3 لحالة نازلة فهذا غالبا الالترناتيف باثوي اكتيفيشن. هذا مفتاح كتير بخليني نتوجه لوين، شو هو التشخيص المحتمل عند هذا المريض. عملنا له خزعة كلية، هذا هو السلايد الأول. بعطيكم 5 ثواني لحتى تعطوني تعليقاتكم أو تكتبوا تعليقاتكم على الحالة. السلايد الثاني، السلايد الثالث، هذا الإيمينوفلوريسنس للسي 3، وهذا المجهر الإلكتروني الإلكترومايكروسكوبي بالنسبة لهي الحالة، وهي صورة ثانية مجهر إلكتروني. سؤال، ما هو التشخيص الأفضل لهالحالة؟ هل هو MPGN type 1؟ وتذكروا شو حكيت بمحاضرة MPGN لما حكيت لكم عن انواع الـ MPGN. هل هو acute post-infectious glomerulonephritis اللي هو التهاب الكبد والكلية التالي للإصابة بالعقديات؟ هل هو MPGN type 3 strife or Anders
سب تايب، تذكروا شو حكينا عن هذا هي التشخيص. هل هو دنس ديبوزيت ديزيز؟ هل هو مونوكلونال اي جي اي ديبوزيت ديزيز اللي هو داء الام اي دي دي، هو احد اشكال الاصابه بالمونوكلونال جاموباثي. فكروا بالاجابه، اعطوني تعليق، اكتبوا رايكم، وبننتقل بعدها لحل الاجابه. نبدا بقراءه السلايد الاول. الملون المستخدم هون هيماتوكسيرين ايوزين. واضح اللوبيوليشن، لاحظوا انه كيف الكبة تقريبا مقسمة لفصوص، اضافة لفرط الخلوي الهايبر سيلولاريتي، اندوكابيلاري ما عم نقدر نشوف، اللمعات مفتوحة بشكل جيد. ما حعلق على البيزمنت ممبرين هون، رغم انه القراءة الرسمية للسلايدات كان في تعليق على البيزمنت ممبرين، حأتركها للباثولوجيست، بس هذا الشيء انا اللي فيني اقرأه، انه في عندي فرط خلوية، في عندي لوبيوليشن. الملون المستخدم هون هو الباس، لاحظوا انه البيزمنت ممبرين كيف اكسنتويتد، متسمك، اذا بتلاحظوا تسمك الغشاء القاعدي واضح انه شوي متسمك ما هو طبيعي. فرط الخلوية واضح ما في خلاف عليه، اضافة لانه ممكن بداية كريسنت، لاحظوا الكريسنت هون بهذا بهاي الجهة، هي عبارة عن عدة طبقات خلوية من البارايتال سيلز. هذا الملون هو الكروم ترايكروم. إضافة للمعلومات السابقة الهايبر سيلولاريتي، ممكن يعني نتجادل باللون البيزمنت ممبرين، ما هو لون أزرق صريح؟ نحن قلنا البيزمنت ممبرين بيكون، أو إذا شفتوا الصور الطبيعية بيكون لونه أزرق، هون عم يعطي على جراي تقريبا، يعني هذا بيدل إنه في ديبوزيتس بالبيزمنت ممبرين، وإن كان يعني صعب احلف لكم ميديا اني انا كنت حاقراها لو ما لو كنت حاشوفها لو ما قراتها بنفسي بالقراءه الرسميه. الامينوفلوريسنس هذه للسي 3 بوزيتيف طبعا، بيري كابيلاري، ولاحظوا انه نوعا ما لينير هي مش جرانيولر، لينير وثيك، يعني ما هي مش زي لينير تبع الانتي جي بي ام مثلا، لينير هون يعني لينير يعني معباي غشاء قاعدي، والغشاء القاعدي متسمك. ممكن نلاقي شوية ميزانجل، ما بعرف اذا هون هذه ميزانجل ممكن نقولها، بس يعني هذه السي 3 بوزيتيف. المجهر الالكتروني اظن الصورة يعني هي مميزة لهذا النمط من الامراض، لاحظوا الغشاء القاعدي، هذا غشاء قاعدي، لاحظوا الديبوزيتس الموجودة بالغشاء القاعدي، نوع بسموها ريبون لايك، يعني مثل الحبل، مثل النقانق، حتى السوسج لايك مثلا، معباية الغشاء القاعدي بشكل مستمر. لاحظوا الغشاء القاعدي هون كيف عم يكون في ارتشاحات معباية الغشاء القاعدي تماما. نفس الكلام بالصورة الثانية، فهذه النمط الإصابة نمط مميز للدنس ديبوزيشن ديزيز، دنس ديبوزيشن ديزيز. قلت لكم اسمها بسم بي 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 بيوصفوها لهي الارتشاحات از ريبون لايك ثيكنينج، تسمك بالغشاء القاعدي. حكينا عن هايبر سيلولاريتي انه هي جلوبال اندوكابيلاري. الدبل كونتور ما علقت لكم عليها، خليني ارجع على البي اي اس. صحيح البي اي اس كان في دبل كونتور، بس على يعني على توصيف هون ما هو ناضج تماما، فيعني صعب ربما يعني انا مرقت علي صراحه، فخليني اذكركم فيها انه ممكن ما بعرف اذا هون هذه دبل كونتور، ممكن نقول هل هي تضاعف الغشاء القاعدي اللي هي الممبرينس بارت، فحسب تعليقهم انه ما هو ناضج كثير الدبل كونتور هون بهالحاله. في سيجمنتال شفنا السيلولار كريسنت، شفنا الهلال، سي 3 كان بوزيتيف، لينير، بيري كابيلاري، في بعض الميزانجوم، اضافة للالكترون دينس ديبوزيت بيرميتنج لامينا دينسا اللي هي التسمك اللي هي موجودة بالمجهر الالكتروني، سوسج سترينج زي النقانق، هذا الشيء مميز للدينس ديبوزيشن ديزيز.
الدنسيتي بوزيشن ديزيز هذا هو اللي شايفينه هون. مرة تانية انتبهوا على المجال الالكتروني في الغشاء القاعدي، فيه ارتشاحات مع باي الغشاء القاعدي بشكل حبل سميك او نقانق اللي بدكم اياها توصفوها، مقابل المرض الشبيه فيه اللي بسموه سي 3 جلوميرولونفرايتس، التهاب الكبد والكلية بالسي 3، بيكون الارتشاحات مو بهالشكل هي، قارنوا الارتشاحات بالطرفين، هن مرض واحد او طيف او حد يعني، خلينا نقول يعني حدين، شكلين حديين لمرض واحد ربما، يعني من طرف ممكن سي 3 الحالة الأخف، في الحالة الأشد دينس ديبوزيشن ديزيز، والبعض بيفصلهم تماما كلمين مرض، رغم أنه هن بيجمعهم أمبريلا وحدة أو مظلة وحدة بيسموها سي 3 جلوميرولوباثي اللي هي اعتلال الكلية اعتلال الكبد بالسي 3. بهذا المظلة أو بهذا المرض بيكون في عندي تفعيل للمتممة بالطريق البديل. رجعوا لمحاضرة الـ MPGN ومحاضرة المتممة، هتسمعوا هذا الكلام بالتفصيل شرحته شو الآليات تبعه. فتفعيل المتممة بالطريق البديل هو اللي عم يعمل هذه المرضين، إما أنه يعمل C3 glomerulonephritis التهاب الكبد بالكلية بالC3، أو أنه يعمل Dense Deposition Disease اللي هو الفرق بيناتهم طبعا هو أنه ارتشاحات هون نقطية، هون ارتشاحات سميكة ومستمرة وبشكل حبل نقانق مثلا على طول الغشاء القاعدي. مرة ثانية هذا Dense Deposition Disease، لاحظوا هون فرط الخلوية ولاحظوا الارتشاحات المستمرة بهذا الشكل، لاحظوا كيف الغشاء القاعدي ارتشاحات مستمرة وسميكة. إذا بتشوفوا هدول الصور بالامتحانات هتشخصوا Dense Deposition Disease. الأوكلر دروزن اللي هي هي نفس اللي شفناه بالارتشاحات تبع الكابيلري تبع القبة الكلوية، ممكن توصل للعين وتعمل لي هي دروزن بالعين، وبيعمل نفس الشيء كمان acquired partial lipodystrophy، لاحظوا ضمور الشحمي الجزئي، هذا مميز للدنس ديبوزيشن ديزيز، فالتظاهرات الجلدية والتظاهرات العينية جزء من هذا المرض. نفس الشيء البارشال لايبوديستروفي، وفي عندك الدروزن هي اللي هي نفسها ارتشاحات بالشبكيه، نفس الارتشاحات هي كومبليمنت سي 3. هذا السلايد شرحته بالتفصيل ليش عم يصير تفعيل مستمر للكومبليمنت، لانه الكوابح تبع الكومبليمنت المتممه ما عم تشتغل بسبب او باخر، اما في عندي عوز بالفاكتور اتش اللي هو كابح او مثبط للمتممه تفعيل المتممه بالطريق البديل، او في عندي الضاد عم تتحد مع السي 3 كونفرتاز وعم تمنع عم تخليها مقاومه للفاكتور اتش، او الضاد عم تتحد بالفاكتور اتش نفسه وعم تعمل فيه عم تخليه ما يعود يشتغل، او انه في عندي الكومبليمنت سي 3 جين في شيء اسمه جين اوف فانكشن ميوتيشن، بصير فيها طفره بتخليها ما تستجيب للفاكتور اتش. رجعوا لمحاضره المتممه شرحت هالكلام بالتفصيل. فنحن بهذا المرض عم نحكي عن الـ MPGM pattern of injury، اما انه مع امينو كومبلكس هذا ما لنا شغل فيه اليوم لانه كان فقط السي 3 بوزيتيف بينما الاي جي جي كان نيجاتيف، او على الاقل في فرق درجتين بيناتهم، يعني السي 3 بياخذ 3 بلس والاي جي جي بياخذ 1 بلس، فنعتبر فقط السي 3 هون ايجابيه. الامينو كومبلكس بده يكونوا كلاهما ايجابيات بنفس الدرجه، فنحن عم نتعامل مع سي 3 جلوميرولوباثي اللي هي لنا تفعيل المتممه بالطريق البديل، او ديسريجوليشن اضطراب عمل المتممه بالطريق البديل، واللي هو اما انه يكون على اساس سي 3 جلوميرولونفرايتس او دينس ديبوزيشن ديزيز نحن هون بهذا المرض. المرض الشبيه كثير بهذا المرض اللي بيدخل بتشخيص التفريقي وحبيت اضيفه لسلايدات حط كم سلايد عنه، هو البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس، او صار هلا يسموه حديثا الانفكشن ريليتد جلوميرولونفرايتس. البوست ستريبتوكوكال عادة بيكون تريجرد بالانفكشن، بيحدث خلال اسبوعين لثلاث اسابيع اصابة بلعومية او جلدية بتعمل لاحقا جلوميرولونفرايتس. المصطلح الاعم هو انفكشن ريليتد جلوميرولونفرايتس، لانه اي التهاب بالجسم اي انتان بالجسم ممكن يعمل معقدات مناعية، ويساوي هاي المعقدات المناعية تروح للكبد الكلوية وتعمل فيها التهاب كبد وكلية. هذا الشيء ممكن يصير مع ستاف، وعادة مع ستاف بيكون بنفس الوقت، يعني ما
المريض مصاب بالساب سواء مثلا التهاب شغاف او غيره اندوكاردايتس، وبيعمل بتروح المعقدات على الكليه وبتساوي التهاب الكبد والكليه بنفس الوقت اللي هي الانفكشن شغال فيه. ممكن مثلا في شنط بسموه شنط جلوميرولونيفرايتس مثلا، اي انتان اي التهاب مزمن او حاد بالجسم ممكن يتسبب بمعقدات مناعيه وتنتهي بالكبب الكلويه وتعمل التهاب كبب وكليه. ليش مهم نتذكر انه الانفكشن هو تريجر لكثير من الامراض الكبب الكلويه؟ بالمناسبه الانفكشن ممكن يعمل تريجر للاي جي ان نفروباثي، بس عاده الانفكشن تبع الاي جي ان نفروباثي بيصير خلال 3 ايام البيله الدمويه، هون بالبوست ستريبتوكوكال خلال اسبوعين مثلا. هي نقطه مهمه للتمييز. الانفكشن ممكن يعمل تريجر لللوبوس نفرايتس، الانفكشن ممكن يعمل تريجر للسي 3 نفروباثي بالمناسبه، الانفكشن ممكن يعمل تريجر لكثير شغلات. فمو دائما وجود قصه الانفكشن بتقول انه هذا بوست ستريبتوكوكال او انفكشن ريليتد، لازم نميز بين هالحالتين. عاده الاصابه هي بروليفراتيف، يعني تكاثريه، فقط تكاثر بالخلايا سواء ميزانجل او اندوكابيلاري. ما بيكون في دبل كونتور لانه الاصابه ما بتوصل للازمان الكافي لحتى يصير دبل كونتور، يصير تخرب بالغشاء القاعدي وبالتالي محاوله تجديده واصلاحه. البروليفراتيف بارت بالام بي جي ان هو محاوله اصلاح الغشاء القاعدي بسبب الاذيه المزمنه. لو كان الانتان مزمن لدرجه طويله ممكن يعمل ام بي جي ان باترن، ممكن نوصل لدرجه الميمبرينس بارت. هذا الشيء ممكن نشوفه بالشنط مثلا، شنط نفروباثي او غيره. إذا كان إنتان مزمن وصار في وصلت المعقدات الغشاء القاعدي وعملت أذية فيه وصار في محاولة إصلاح للغشاء القاعدي. الإمنيوكومبلكس هي إما أنه هي سيركولاتري، هي بتتشكل بالدوران، بتروح بتتصفى بالكلية بتتجمع بالغشاء القاعدي، أو أنه هي بتتشكل إنسايتو في الضاد، بيصير في كروس لينكينج وبتروح الأضداد بتهاجم المستضدات شبيهة بالمستضدات الجراثيم وبتروح الغشاء القاعدي. من 20 سنة على فكرة، من يوم ربما كنت طالب طب أنا لما درسنا البوست انفكشنز كان الكلام أنه هي سيركولاتري فيرسس انسايتو، ولهلأ نحن بعدنا ما حددناها بدقة أنه هي وين. هذا الكلام كلام برينر بالمناسبة، كلا النظريتين مطروحتين، طبعا في أبحاث كثيرة لسه الكلام. لو حكينا عن الأذر انفكشن سواء ستاف سواء غير انتانات، الموضوع لسه لهلأ ما وصلنا فيه لشيء قاطع. فالأكيوت بوست انفكشنز باللايت مايكروسكوبي في عندي هايبر سيلولاريتي، في عندي اكسوديتيف، بيكون في عندي كريات بيض عديلات. بالإميوفلوريسنس بيكون في عندي كومليمت سي 3 مع الاي جي جي لو كانت ستريبتوكوكس، مع الاي جي اي لو كانت ستافيلوكوكس بالمناسبه. بالالكترون مايكروسكوب الشيء المميز طبعا ممكن نشوف سب اندوثيليال وبيكون في ميزانجل وسب ابيثيليال همبس اللي هي مثل الهضبات، بتكون حنشوف فيكم صور، هاي مميزه لهذا النمط من الاصابه. فهذه هيماتوكسين ايوزين، هذه اكسوديتيف، لاحظوا الكريات البيضاء، ما بعرف اذا مميزين نوعين من الخلايا الاندوكابيلاري اضافه للكريات البيض. اذا بتشوفوا العديلات واضحه جدا، هذول النويات تبعهم ما بعرف اذا كان او النواه تبعهم بتكون مميزه، في نوعين من الخلايا واضح جدا بالنسبه لي، هذول كلهم عديلات. لاحظوا هون، لاحظوا هي الخليه مقارنه بهي الخليه، هي اندوكابيلاري واندوثيليوم وهذه نيتروفيل. فشايف هون انا فرد خلوي في اكسوديشن، في اكسوديتيف باترن، بروليفريتيف، ما في دبل كونتور، او ماني عاده ما بشوف دبل كونتور بالبوست انفكشنز مثل ما حكينا. نفس الشيء اذا شايفين العديلات هون، ما بعرف اذا كان لسه في داوت او في شك عنكم ان هي عديلات، لاحظوا كيف اشكال النواه تبعها. المميز بهذا النمط من الإصابة بالإمينوفلوريسنس إنه السي 3 بتكون جرانيولر بيري كابيلاري، بيسموها ستاري سكاي، السماء المليئة بالنجوم. لاحظوا كيف منظر هذا المنظر مميز للبوست انفكشنز أو بوست ستريبتوكوكس بالذات. عادة الكومبليمنت سي 3 لحالة بتكون نازلة بهذا النمط من الإصابة، فهذا الشيء بيخليها تشبه كثير السي 3 جلوميرولونفرايتس بالمناسبة. هلا الدنس ديبوزيشن ديزيز صعب يكون يتظاهروا بنفس الشكل، بس السي 3 جلوميرولونفرايتس مع البوست انفكشنز او بوست سبتوكوكس كثير بيشبهوا بعضهم بالمناسبه، كلاهما فقط الالترنيتيف باث واي بيكون فعال، السي 4 بيكون نورمال.
المجهر الالكتروني بيشوف فينا نمط الاصابه، لاحظوا الهامز هذه البيزمنت ميمبرين، هذه السب ابيثيليال ديبوزيتس، لاحظوا انه مثل الهضبه هي مميزه جدا ان هذا نمط من اصابه، هذا كمان ربما صوره ثانيه. سابقا ربما من سنتين ثلاثه كان لما تسمع كلمه هامب يعني هذه سي 3 جلوميرولونفرايتس، عفوا هذه بوست انفكشس او بوست سبتوكوكس. هلا حاليا هلا حتى السي 3 جلوميرولونفرايتس ممكن تعمل هامس، فهذه ما عادت مميزه للبوست انفكشس، هذه شغله جديده كثير ربما اخر سنتين سمعناها كثير بالمؤتمرات وصار في بيبرز عليها انه السي 3 جلوميرولونفرايتس ممكن يعمل هامس، فما عادت بتقدر تميز بين هذا النمط من الاصابه والبوست انفكشس. هذه الصوره اللي شايفينها في عده اشكال للاصابه بالبوست انفكشس، هذه الاكسوديتيف بروليفريتيف ما في ميمبرينس بارت، هون لاحظوا الغشاء القاعدي متسمك، هذه شنت نفروباثي، هذه اصابه مزمنه كرونيك كانت لدرجه انه صار في عندي ام بي جي ام باترن، هذا نادر بحالات البوست سريبتوكوكس بس او انفكشن ريليتد، بس يعني بهالحاله بسبب الازمان مثل ما حكينا ممكن يصير ام بي جي ام باترن. هذه لاحظوا الكريسنت هون كمان، هذه بوست سريبتوكوكس او انفكشن ريليتد، ممكن تتظهر بكريسنتيك جي ان، مجرد وجود كريسنت واحده بكبه واحده لا يعني انه هذا كريسنتنج، لازم يكون في نسبه، بس في حالات تظهر از كريسنتنج جي ان. شغله ثانيه بنتذكرها انه هون اذا بتتذكروا اذا حاولتوا تقراوا هذا السلايد، اول شيء هي عقيدات كيميل ستيل ويلسون، هذه نودجلز، هذا مريض سكري، فمريض سكري وصار عنده بوست ستريبتوكوكس، يعني في اصابه فوقها في غير الكيميل ستيل ويلسون إصابة إضافية بالبوست سريبتوكوكس اللي هو انفكشن ريليتد. السؤال برجع بحكي تشخيص التفريقي، ان الام بي جي ان تايب 1 وتايب 3 ما عاد حدا حكى فيهم رغم انه موجودين بمراجع مهمه. الافضل تحكي التشخيص الدقيق اللي هو دينس ديبوزيشن ديزيز. لو سالتكم دينس ديبوزيشن ديزيز هو اي تايب من الام بي جي ان حسب المجهر الالكتروني، هو حيكون التايب 2 لانه المعقدات المناعيه موجوده ضمن الغشاء القاعدي. الاكيوت بوست انفكشس حكينا الفرق بين الحالتين، وجود الانتان لا يكفي للتمييز، المجهر الالكتروني كان بحالتنا هي مميز للاصابه بالدينس ديبوزيشن ديزيز، المجهر الالكتروني تبع البوست انفكشس بيكون مختلف. بكثير احيان بنشخص المريض از بوست انفكشس وبنستنى شهرين من عاير المتممه بعد شهرين، واذا المتممه بعد شهرين ما رجعت طبيعيه فبنقلب التشخيص للسي 3 جلوميرولونفرايتس، احيانا كثير بنضطر نعمل هذا الشيء. المونوكلونال اي جي جي ديبوزيشن ديزيز حكينا بمحاضرات سابقه او بحالات سابقه عرضنا حالات بيكون في مونوكلوناليتي وبيكون في عندك معقدات مناعيه ونمط الاصابه هو ام بي جي ان. فنحن هون ما عندي معقدات مناعيه، ما عندي ايمينو كومبلكس، ما عندي معقدات مناعيه، فقط السي 3 كان بوزيتيف. هيك بكون وصلت لنهايه الحاله، بتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله يا رب نلتقي بحالات ثانيه.